نتمنى الله امطار خير لبلادنا يعني ولي زوغاج في الصيف والشتاء العام الجاي. ولكن بكل صراحه ما في عرفتي شنو هي في الدكاله؟ ما كاينش الماء، البيريميتر ريغيو ديال البيطراف اشكاليه كبيره. وحنا الان بصدد باش نتفاداو هذوك المشاكل ديال الماضي اللي ما داوش في وقتهم، ها لا ستاسيون ديال الديسالمون ديال اكادير هي كملات، اسفي وجديده حتى هي تقريبا راه في الطريق، وها الدار البيضاء جايه، وغادي نمشيو لتيزنيت وغادي نديرو تماك واحد البيريمتر جديد، وغادي نجيو لدكالة، دكالة خصها يكون عندها حتى هي الامكانيات ديالها على الاقل 21000 كتار تماك. وكذلك الشمال راه فيه الماء الكافي، خاص هي لي ترونسفير ان شاء الله باش يكون داخله نهار اللي غادي تبدا تشتغل. ومع الاسف حتى هذا تعطلنا فيه شويه، فيها واحد العام ديال المسؤوليه ديال واحد الوزير بلا ما نعاود نرجع اليه. هذيك ديال الداخله لو كنت خدينا الوقت لو كنت في هاد 2024 يعني لا سيزون بروشان كان يمكن لنا الماء يكون موجود فيها. دابا مشينا ل 2025 2025 اللي غادي تدخل الداخله يعني في لا برودكسيون، غادي تخفف شويه على اكادير وغادي تعطينا كومام 5000 كتار اللي هي غادي تعطي الخضره وتعطي الفاكهه وتعطي مطيشة وواحد العدد وهذا الشيء ديال العلف. دونك لي ترونسفير ديال الماء لي زينيتي دو ديسالمون اون في تو سو كون كنديرو داك الشيء اللي قدرنا عليه الماكسيموم اللي نقدروا عليه باش نعبئوا لامكانيات الماء. لانه اللي كيقول لك خليو لنا الماء باش نشربوه، انا حنا ما نعرفوش كيفاش نديروها، باش ياكلوا المغاربه ها هما شربوا الماء. يعني الا ما كاينش التثمين ديال الفلاحه وما كاينش المنتوجات ديال الفلاحه، لا كنت هي كان يعني في لونفيرونمون ديالنا في المحيط ديالنا شي بلد فلاحي اللي يقدر يصدر لنا، ما كاينش. خصنا نعولوا على راسنا، وهذا هو الامن، هذا هو الامن الغذائي، وهذه هي السياده الغذائيه. فلهذا سوف نقوم بما يجب ان نقوم به في استثمارات في هذا، وسيدنا الله ينصرو كيتبع وكيشوف هذا الشيء ديال الماء وهذه المراحل كلها ديال الماء. ونتمنوا على الله انه تكون امطار خير في المستقبل، بقاو متفائلين لاننا نحن في حاجه الى فلاحين عندهم المورال مستعدين، ورؤساء ديال لي فيدراسيون كلهم كيقولنا حنا اليزي حنا معاكم غادي نستثمروا وغادي نزيدوا وغادي نزيدوا قدام. هذا بالنسبه لنا شيء جد ايجابي، وكل واحد عنده الدور ديالو، كل واحد عنده الدور ديالو، معارضة عندها الدور ديالها والحكومة عندها الدور ديالها، أنه تطمئن المواطن وتقول له بأنه راه في جنبه باش إن شاء الله لأي يعني السنوات المقبلة تكون أحسن.